النهارده الوصفه بتاعتنا هنعمل مافن، بس هنحط له بعد ما بيخلص حشوه نوتيلا، هتخلي طعمه يعني حاجه كده فظيعه. طيب علشان نعمل الوصفه بتاعتنا عايزين 2 كوبايات دقيق، 2 موزة يكونوا مستويين كده ومهروسين، عايزين تقريبا 1 كوباية من الشوكليت شيب. طبعا الموز والشوكليت شيب يعني اصحاب، والنوتيلا والموز اصحاب، النوتيلا اصلا صاحبه مع الكل. عندنا 100 جرام زبده، 1 كوباية سكر، 2 بيض، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا، وفانيلا. طيب دلوقتي المافن ما بياخدش شغل كتير، مش زي ما بياخدش عجن كتير، يعني المافن نوعا ما من العيلة بتاعت العجين غير الكب كيك. الكب كيك انا اي وصفة كب كيك عندي او وصفة كيكة عندي بقدر اعمل منها كب كيك، يعني الكب كيك من عيلة الكيك، هو كيك مش من عيلة الكيك، هو كيك. المافن شوية رايح على العجين، فخلينا دلوقتي نبتدي نعمل الكيكة بتاعتنا. اول حاجة هنحط السكر والزبدة مع بعض، حتى لو ملاحظين انا مستعملة الويسك، مش الويسك، مستعملة البادل، يعني مستعملة الكف، مش مستعملة المضرب اللي هو بتاع الكيك اللي هو الويسك، مش مستعملاه. طيب الزبدة، السكر، كل حاجة بحطها يدوب تتلم خلاص خلص الموضوع، يعني مفيش مبالغة في الخفق ابدا. جمعوا دول مع بعض. خلينا نحط البيض، والفانيلا، دايما خلينا بس ايه نشوف الجوانب كده اخبارها ايه علشان يبقى كله مختلط مع بعضه. خلاص دلوقتي هناخد الدقيق اللي عندنا معلقه بيكنج باودر ومعلقه بيكنج صودا، بس حاسه ده اكتر شويه، خلينا ناخد بالمعلقه احسن. شوف طلع اكتر شويه فعلا، وهنخلطهم برضو مع بعض. خلاص اختلطوا كده، بحط اخر حاجة الموز، وهحط الكوباية بتاعت الشوكليت شيب اللي عندنا. وكده يبقى الخليط بتاع المافن جهز عندنا. هناخد بقى دلوقتي من الخليط بتاعنا كده زي ما انتم شايفين، وهنحط هنا بهذا الشكل، يعني تقريبا كده. طيب ده بقى هيتحط على درجة حرارة 170، وهيقعد تقريبا يعني من 20 لـ25 دقيقة. بياخد شوية وقت لان زي ما انتم شايفين هو فيه اولا معمول على حرارة اوطى شوية، لان الخليط العجين اكتر، يعني العجين اللي محطوط فيه اكتر من العجين اللي بيتحط في الكب كيك. اوكي، فالمهم هنكمل احنا كده الورق كله في الفرن على درجة حرارة 170 لغاية ما يستوي عندنا، بيقعد تقريبا من 20 لـ25 دقيقة. الكمية اللي احنا عايزينها، يعني احنا ممكن نستعمل يعني
على حسب انتوا عايزين تحشوها قد ايه الصراحة، مفيش حاجة معينة يعني، مفيش انتوا عايزين تحطوا قد ايه. خلاص كفاية كده. طبعا انا لو عليا احط البرطمان كله يعني، يعني يا جماعة مش معقولة يعني لو حطيناها مع العيش بتطلع حلوة، يعني مش معقول. هنقطع دي كده اهو، ونبتدي بقى نجيب السكينة. اوكي هنجيب السكينة، خليني اروح اجيبها بس من هناك. طيب هناخد بقى دلوقتي المافن بتاعنا. طيب هنعمل ايه بقى؟ هناخد المافن اللي عندنا اوكي، وهنعمل فيه زي تجويف كده من هنا بهذا الشكل كده كده اهو، شايفين؟ اوكي هناخد بقى السعادة في كيس ونحطها كده. ممكن على فكرة نحفر زيادة علشان نحط أكتر، أو بننزل بس دي كده شوية. شوفوا أوكي، بعدين ناخد القطعة بتاعتنا ونحطها كده، ولا من شاف ولا من دري. احلى مفاجأة بتطلع لأي حد هياكل المافن ده.